مرت 10 سنوات. شفت امي والناس تعبانين. تخلى الاهل الكثير من الالم والصعاب. هطف قاعد يصور مقاطع في غرفته. هطف. ويبقى السؤال، هل هي النهاية؟ اخ يا جماعة الخير، والله ما يهون علي اقولها للمرة الاخيرة، احبسوا دموعكم رجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة ماكس جدي، وفيديو جديد. دقيقة اجيب النظارة. وفيديو جديد يا حبيبي. مرت 10 سنوات؟ واو يا جماعة الخير، ماني متخيل انه في ناس كانوا يتابعوني قبل 10 سنوات، الان صاروا موظفين واصحاب شركات وفلوس. كبرت العيال كبرت، ونسيوا صاحبهم الغلبان. تنسوني انا اللي ربيتكم بيدي وكنت اسليكم وانتوا صغار. ليش؟ اخ يا جماعة الخير، والله الموضوع صعب. شوف، قبل 10 سنوات انا بدأت السوشيال ميديا يعني فضول، تجربة، ابغى اشوف ايش الوضع. ما كان شيء جدي ابدا، ما كان شيء جدي، واحكي لكم القصة بعدين ان شاء الله. لكن سنة ورا سنة ورا سنة، الله الشغلة فيها فلوس يا ابويا. لا دقيقة. انا بصير يوتيوبر دقيقة. فلما بدأت قبل 10 سنوات كان الواحد ايه، فلة كول ماكس كلاش عنترة بنشد اللي هو، الاسماء الغريبة دي كانت حلوة وقتها. حصل معايا موقف قبل فترة مرة محرج، كنت ماشي في الشارع في امان الله بجيب لي ايس كريم ولا حاجة، فجأة وانا ماشي واحد ورايا يقول يا ماكس ماكس، نادي كده يصرخ بصوت عالي. انا التفت ورايا، ليش فيها ها؟ نعم، ابغى اشوف مين ورايا. الا الاقي واحد ورايا بينادي يا ماكس، لكن ما كان يطالع فيا، كان يطالع في الكلب حقه. ما لقيت تسمي الكلب حقك الا ماكس. فكرت في الموضوع يا ابويا دقيقة، ايش ماكس؟ انا ليش سميت ماكس اصلا؟ بس زي ما قلت لكم، انا لما بدأت في السوشيال ميديا زمان كانت موضة، وكنت اصلا ماني ماخذ الموضوع بشكل جدي، لكن الان خلاص الوضع اختلف. زي ما انتوا عارفين كبرنا مع بعض سنة ورا سنة، خلاص صار هذا الشيء هو شغلي الاساسي، وصار ياخذني اماكن ثانية، يعني بفضل الله ثم اليوتيوب والسوشيال ميديا انا صرت اقدم برامج، صرت اطلع في لقاءات، فالناس صاروا يعرفوني ماكس جدي، وفي ناس يعرفوني عمر عبد الرحمن. طب دقيقة، انت مين وانت مين؟ ايش اللي قاعد يصير؟ لكن اليوم هو اليوم اللي حيتغير فيه هذا الشيء، حأتحرر. قررت اغير اسم قناتي واسم الهوية اللي تعرفوني بيها من ماكس جدي لاسمي الحقيقي اللي هي عمر عبد الرحمن. اسمي واسم ابويا حاجة احب انكم تنادوني فيها، حاجة اكشلي تمثلني. يعني خلونا نتفق على حاجة، ماكس اتش دي واحد اسم اجنبي، ما هو عربي. ماكس انا عربي ماني اجنبي، فاهمين؟ 2 اتش دي، خلاص صرنا في زمن ال 8K، كل ما يجيني واحد في الشارع يقول لي ماكس اتش دي متى تصير 4K؟ امشي لديك ابو وجهك. 3 الاسم انفشخ مني. يا جماعة الخير، انتم متخيلين انه بي ان سبورت نزلت قناة اسمها بي ان سبورت ماكس اتش دي؟ سرقة كذا عيني عينك، بس طبيعي لانه اصلا ماكس جديد تحسه اسم ريسيفر مو اسم بني ادم. ما لنا بهذا كله، 10 سنوات عشنا فيها مع بعض باسم ماكس جديد، عشنا ايام حلوة وصورنا مقاطع جميلة، ذكريات في حقبة ماكس جديد. شفنا ابو الهول، مين ينسى ابو الهول؟ شفنا امي لما تلعب فورتنايت، لعبنا مع بعض لعبة مريم وترجمنا اغنية ديسبسيتو، اشياء كثير صارت في ال10 سنوات هذه. والان احنا مقبلين على 10 سنوات جديدة، داخلين في السنة ال11، وإذا كوننا مع بعض ذكريات وسوينا مقاطع رهيبة ال10 سنوات الماضية، فأوعدكم إنه ال10 سنوات الجاية غير. لسه يا جماعة الخير، حنتفرج على هذا المقطع مع بعض بعد 10 سنوات، وأنا حاب أوجه رسالة لنفسي بعد 10 سنوات. عمر عبد الرحمن بعد 10 سنوات، تعال تعال يا عمر بعد 10 سنوات، أبغاك في موضوع. تزوجت ولا لسه يا ابني؟ ها؟ تزوجت ولا لسه؟ جبتوا بيبي؟ إيه ما شاء الله ما شاء الله. وصلت 10 مليون ولا لسه؟ ولا 15؟ ها؟ ولا كم وصلت في حياتك؟ ايش سويت في حياتك انت؟ جبت فلوس؟ صرت غني ولا لسه؟ اتلحلحني بفلوس؟ مستقبلي حيضيع بسببك؟ حسبي الله ونعم الوكيل، شكله ما في فايده. ولا يا رب في، يا رب انا واثق فيك، انا واثق فيك. حبايبي، لاني حغير اسم قناتي، انا متاكد انه في ناس كثير راح يضيعوني للابد، يعرفوني دائما باسم ماكس اتش دي، فاحتاج مساعدتكم، احتاجكم تنشروا الخبر في كل مكان، تروحوا تكلموا اصحابكم. اهلكم، شفتوا ماكس جديدة؟ خلاص ما عاد صار ماكس جديد، صار عمر عبد الرحمن، عشان اللي يبحث عني يلاقيني. وفي لقاء بعد كم يوم راح ينزل مدته تقريبا ساعة، ساعة كاملة حكيت فيها قصتي بالتفصيل. تبغوا حلقة طفولة عمر ساعة جايتكم في الطريق.
فاشتركوا بالقناة إذا ما انتم مشتركين، وحطوا اللايك عشان اطلع لكم الايام الجاية مختفي عن انظاركم. وجه رسالة لنفسك بعد 10 سنوات. السلام عليكم. خير ان شاء الله، توكل على الله. توكل على الله، نشوفكم على خير حبايبي. السلام عليكم. عمر عبد الرحمن خلاص ما تجي، مع السلامة. السلام عليكم.